وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. سيد جميل، يعني الموقف الأمريكي منذ بداية التصعيد الإسرائيلي داعم للاحتلال وما يقوم به من إبادة للفلسطينيين، كيف وإلى أي مدى يتناقض ذلك مع تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها تبحث عن حل؟ هو في البداية طبعا يجب أن نعلم أن إسرائيل هي أداة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ نشأتها حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأول والأخير لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، لأنها تنفذ أهدافها بشكل كبير داخل منطقة الشرق الأوسط. طبعا في الأزمة منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر وجدنا الدعم الكبير للولايات المتحدة لإسرائيل في تنفيذها المجازر العسكرية التي تتم في قطاع غزة، وأيضا بناء على ذلك قررت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل حامل الطائرات وأكثر من 20 قطعة بحرية متواجدة في المتوسط من أجل حماية إسرائيل ومن أجل دعم إسرائيل. نعم. أيضا هناك جسر جوي عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لدعمها في تنفيذ العمليات العسكرية التي تنفذ في الوقت الحالي. على الجانب الآخر نجد أن هناك تناقض في التصريحات. كان في البداية الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في بعد يوم 7 أكتوبر، ومن حق إسرائيل أيضا أن تقضي على حماس وأن تقضي على وأن تحرر أسراها، لكن في الوقت الحالي نجد أن هناك تناقض في المواقف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها بتبحث عن حل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة داخل مجلس الأمن من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو الوصول إلى هدنة عسكرية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت داعمة لإسرائيل، لا زالت داعمة لنتنياهو، لا زالت حتى الوقت ما هذا تتحدث كثيرا، ولكن في النهاية هي لا تنفذ ما تتحدث عنه أو تقوم به من تصريحات كثيرة. إذا أرادت الولايات المتحدة بالفعل الوصول إلى حل لهذه الأزمة عليها أن تضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو لأنها هي الداعم الأكبر، وأن يوقف هذه العمليات العسكرية فورا. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون راعي رسمي لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. هو ده المطلوب والمرجو من الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من الأحاديث وبدلا من الكلام الكثير الذي في النهاية يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني الأعزل. نعم. في قطاع غزة. نعم يعني سيد جميل، أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دائما دخول المساعدات لقطاع غزة، ومصر بتضغط دائما لدخول الشاحنات إلى الفلسطينيين. إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يدخل ويضغط في هذا الشأن على الاحتلال لمنع الإبادة الجماعية وفي نفس الوقت لمزيد من الدخول للشاحنات؟ هو بالطبع من اليوم الأول، من يوم 7، من يوم عمليات القصف العسكري الوحشي اللي بتنفذه إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، مصر اتخذت أكثر من مسار، المسار السياسي والمسار الإنساني والمسار الإنساني. في المسار الإنساني مصر تنوب عن الإنسانية في العالم كله لمواجهة ما يحدث من عمليات إعاقة لدخول المساعدات. احنا شفنا من اليوم الاول الشاحنات تقف على المعبر، لكن هناك 4 مرات يتم قصف المعبر من جهة رفح. هناك تصريحات من وزراء في حكومة نتنياهو تؤكد انها لن تسمح بدخول المساعدات الى قطاع غزة. هناك ايضا عرقلة في دخول المساعدات، شفنا الامين العام للامم المتحدة غوتيريش وهو يقف عند المعبر ويعلن أنه سيتم دخول المساعدات، ولكن تم عرقلة دخول المساعدات. شفنا أيضا رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا أمام المعبر، وكالات الأنباء العالمية متواجدة أمام المعبر وتعلم جيدا وتنقل للعالم الصورة الحقيقية أن المعبر من الجهة المصرية مفتوح تماما منذ اليوم الأول على مدار 24 ساعة
من أجل دخول المساعدات. القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة للدولة المصرية، والإغاثة التي تنفذها مصر في الوقت الحالي كان ليها دور كبير جدا، كان في دور سياسي قوي جدا من الدولة المصرية لما رفضت دخول أي مواطنين يحملوا الجنسية المزدوجة أو يحملوا الجنسية الأجنبية من معبر رفح إلا بعد دخول الشاحنات، وكان ده موقف مصري مهم جدا أمام العالم ككل. مصر وجهت الصورة إعلاميا بشكل كبير جدا على المعبر من أجل أن العالم كله يشاهد على الواقع ما يحدث من إعاقة من الجانب الإسرائيلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه قبل هذه الأزمة كان بيدخل 600 شاحنة يوميا لقطاع غزة، لكن بعد العمليات العسكرية وبعد الإعاقة من جانب القوات الإسرائيلية وصلت ل 200 شاحنة. هل مصر في وقت ما فيش أزمة تدخل 600 شاحنة وفي وقت الأزمة يبقى 200 شاحنة فقط إلا بسبب التعنت الإسرائيلي الذي يحدث؟ مصر أيضا على الجانب الآخر 80% من المساعدات اللي بتتوجه إلى قطاع غزة هي مصرية ومن الدولة المصرية، بجانب طبعا ما يصل من مساعدات في مطار العريش. نعم، السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.